بروجي ما بقى ليه والو ويسالي. ان شاء الله غدا تكون شي حاجه خطيره. الحمد لله كل شيء غادي مزيان. السلام عليكم لي باسيوني، ها نتوما كيف كتشوفوا حنا كاينين دابا في الجلسه، كنتقداو الياجور، كنتقداو السيما، كنتقداو الرمله، داكشي اللي غادي خصنا ان شاء الله باش غادي يطلع احسن الفاج ديال الدوغ ارجنتي في المغرب ديال موحى الشنايده. تم الكليبات تما بدلناهم، جبنا شي حاجه اللي في المستوى، واباراتشي بالناس اللي باغيين يدرسوا كلابهم وكاينين برا كازا، تما مرحبا بكم. تما غادي نصاوب لهم لي كاس ديالهم في المستوى اللي غادي يعجبوكم. والناس اللي كاينين في كازا، راه خديت موطور في لافاليز اللور، في ماتيريال، في كلشي، داكشي بروفيسيونيل. غادي نبقى نديبلاصات لعندك حتى لداركم، نجي نخدم لك الكليب ونمشي بحال هاش. المهم ان شاء الله غادي تكون شي حاجه واعره، راه حنا كنخسروا كاع داكشي اللي عندنا، كنعطيو الوقت ديالنا كامل لهذا الشيء، وضاربين تما راه ديال بصح، راه هادشي علاش غبرت شويه. المهم ما تنساوش اخوتي الدعوات ديالكم.